نحن أخوة وجهاء المنطقة الشرقية في دير الزور، من منطلق حرصنا على أرضنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا وإدراكنا للمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، فنحن نعلن وقوفنا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية والتي هي جزء لا يتجزأ منا، كما نعلن أننا نقف إلى جانب الإدارة الذاتية التي تمثل جميع فئات الشعب وتدافع عنه ضد الكثير من المؤامرات التي يتعرض لها شعبنا، كما أننا ندين ونستنكر صمت المجتمع الدولي على جرائم تركيا في الحرب على بلادنا وحرصها على وقطع مياه نهر الفرات عن شعبنا لتجويعه وتشريده، كما نستنكر صمت الحكومات السورية والعراقية على تلك الجرائم التي ترتكبها تركيا وحكوماتها ضد شعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.